السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض اداه اسمها ايفولف لاب. الاداه دي قويه جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي، كل حاجه فيها الصراحه خطيره. طيب خلينا نجرب كده في الدوكيومنتس. ده بيخليك تعمل برمجه بدون كود، تقدر انت تشوف الحاجه اللي انت عايزها وتبدا ان انت تكريتها في ثواني. يعني تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل نيو تاسك. طيب نيو تاسك يعني ايه؟ هقول له مثلا دي حاجات جاهزه. طيب انا هقول له ان انا عايز اعمل مثلا كرييت. طب كرييت لايه؟ لفيو او ليجند او شيت فيو. طيب من خلال ايه؟ من خلال الليفل. يبقى اول ما تدوس على الزرار دوت هو هيبدا يعمل لي فيو من خلال ان انا بحدد مثلا 10 ليفلات ولا حاجه. ممكن اقول له لا ده انا عايز اعمل دايمنشن. طب الدايمنشن ده الفيو ولا شيت فيو؟ طب من خلال ايه؟ من خلال الكاتيجوري. طب انا عايز اعمل تاجات للفيو. طبعا انت مش بتعمل في فيو واحد، لا انت بتعمل في 10 فيو. تمام. طيب انا عايز اعمل امبورت لايه؟ لشيتات من اكسل. طب انا عايز اعمل مثلا احط فيو في قلب شيت. كل الكلام ده سهل جدا ان انت تعمله بدون ما تكتب كود خالص. تمام. مثلا كرييت فيو باي ليفل. بص هنا الليفلات اهيت، مجرد ان انا هعمل سيلكت للليفلات واقول له شغل هتلاقي الليفلات بدات تتعمل وبقت كتير. طيب كرييت فيو باي سكوب بوكس، لو عندي سكوب بوكس موجود هختاره وهو يبدا يعمل فيوهات للسكوب بوكس، ممكن يكون عددهم كبير عندي فتتعمل في خطوه واحده. تمام. ممكن باي روم. طيب خلينا نشوف باي روم ديت، او ممكن باي كاتيجوري. تمام. طيب بص باي روم انا علمت عليهم كلهم مثلا ما عدا الدريسنج، في ثواني بيعملهم لي. تخيل ان انت مطلوب منك روم تبدا ان انت تعملها، طبعا هتبقى مرهقه. فانت بقيت بتبرمج، بقيت تعمل برنامج جديد ما كانش موجود، فتيجي تلاقيهم عاملهم لك كلهم في ثواني. تمام. ممكن تقول له اعمل لي ليجند باي كاتيجوري، تختار مثلا الابواب يروح عامل لك كلهم ليجند، فده كان بياخد منه وقت كتير قوي. تمام. اهو مثلا باي فاميلي باي تايب باي كاتيجوري للدورس الليجند. تمام. تقول له شغل. في ان انت مثلا كل فيو تحطه في الشيت بتاعه. تمام. بتلاقي الموضوع تم في ثواني. كرييت شيت باي سكوب بوكس، كرييت شيت باي ليفل. فما فيش كيود، يعني هما مش خمس ست ادوات، لا الادوات كتيرة جدا تقدر ان انت تعمل ما تشاء منه. جرب وقول لي ايه احسن اداة عجبتك ان شاء الله.